سلطة الكينوا الملونة بالطحينية والكاجو رح تكون معنا ملفوف أحمر مقطع وجزر مبروش كاجو حب أو مطحون خشن بذور يقطين وفلفل رومي أحمر مقطع حمص حب بصل أخضر مقطع كينوا ملونة مسلوقة. وسلقها ما بياخد كتير وقت. الدريسنج طحينية عسل ملح وعصير ليمون. نعم. هلأ كيف السلق؟ بدنا نحط الكينوا بالطنجرة وعليها مية. كل كوب كينوا بده كاستين لكاستين ونص عشان ما تنشف. نعم. وخليها تضل تغلي لما الحبة بتكون هيك زي الخرز صغيرة وحاشاً نعمة ولا تشبيه حبتها بتفتح زي هالشكل هيك بتشوفيها كلياتها حبتها فتحت. أنا ليش خلطتها؟ عشان أخذ كل النكهات زائد اللون، يعني أنا بهمني الشكل. تمام. فهي السودة مبينة معك، هي البيضة، وهاي كمان الحمرة. اتفقنا؟ يلا يا عمر معك. أنا بس رح أنقل صحني عشان بعدين خليني أقول لعبد القادر العجلين صباح الخير، أم هاشم من العوامله صباح الخير، وزهور دباس صباح الخير، دراج شطناوي بيصبح علينا من قرب، تحياتنا إلى أهلنا بالشمال وباقي المحافظات، ويسعد صباحكم جميعا أمر أبو جمعة وأم غسان الجرام، يسعد صباحكم جميعا. خلينا نعرف من الشيف علا قد ايه الكنوة بتاخذ وقت؟ الكنوة نص ساعة تقريبا، بس حبتها تفشفش، حبتها بتكبر زي ما حكيت لكم. غير انها بتشبع، غير انها مفيدة، هي كمان من ناحية صحية وغذائية. اقرأوا عنها عند جوجل، اكتبي بذور الكنوة وشوفي الاكثر فائدة. قبل بصراحة هي غالية، السودة كانت غالية والحمرة غالية، بس هلا الحلو بالسوق انا امبارح شريتها خلوطة جاهزة، يعني الكمشة منها بكاسة الشاي الصغير بتعمل لك صحن سلطة كبير، هدول نص كاسة. بس شايفة قديش بتكبر؟ زاد معك بعد صحن السلطة حطيها بكيس نايلون تبروير، حطيها بالثلاجة أسبوع استخدميها ما بتخرب. زادت معك، أنا جربت حطيتها بالفريزر ما خربت. وصراحة أنا شو بعمل؟ أنا بغليها الغلوة الأولى وبتركها لحالها بتصير هيك، ما بتركها نص ساعة، يعني ثلث ساعة نص ساعة بالكتير. وكمان عشان أزيدكم من الشعر بيت، في ناس ما بسلقوها لأنا بنقعوها نقع، بنقعوها نقع. بس أنا بحب أسلقها شكلها ومريحة أكتر للمعدة. معنا اتصال. أم إياد صباح الخير. يعطيكم العافية. الله يعافيك. من وين عم تحكي لنا يا أم إياد؟ من الصلت. من الصلت، تحياتنا إلى أهلنا بالصلت. أهلا وسهلا فيك. كيف عن وصفة الحلوة؟ أهلا وسهلا. تفضلي معك الشيف علا. يسلموا إيديك على وصفة الجرع المحشي. الدجاج المحشي؟ الجرع المحشي كان الجرع. طب هات احكي لي التجربة، احكي لي ليش بدك تقولي لي شكرا؟ جربتيها؟ لا ما جربتها، شفت منظرها، يعني استرجعتي إن شاء الله الأسبوع الجاي راح أعمل. إن شاء الله. أهل بيتك عجبهم ولا لسه بدك تعمليها؟ لسه بدي أفاجئهم، أظلمهم. بس زي ما حكيت لك، طبلي عليها من تحت، لازم تكون تقيلة، إذا حسيتي إنها خفيفة لا تشتريها، بتكون مشرشة ومو زاكية. إن شاء الله، والله بنصايحك ما قصرتي في الحلقة. حبيبتي حبيبتي، بالهنا والعافية على قلوبكم. أهلا وسهلا وميت مرحبا. تمام، حطينا هون ملفوف أحمر، جزر مبروش، حمص حب، ما بدك حمص حب حطي ذرة، بس كتير زاكي لأنه في طحينية. يعني أنا ما حطيته هيك مجازاً، لا لسبب. حط البصل، اتفقنا كتير إنه البصل بيروح على البارد، مش رح أكتر عشانكم. أوكي، حط شوية فلفل أحمر رومي، بدك تحطي لون تاني برضو كمان بصير، يعني كل الأمور جائزة. شوية بذور اليقطين ما رح أحطها هون، رح أحطها مع الكنوة، بس الكنوة كتير حرام بديش أخسرها، رح أنقص منها شوي عشان ما أخسرها وأستفيد منها لطبق تاني يوم تاني بفرزها ما بخسرها. في ناس بيستبدلوها بالرز، يعني اللي ما بيأكل رز بيأكل كنوة. أشكرك. صح. نعم. طيب هي الكنوة، رح أحط عليها بذور اليقطين، حطي ني طبعا من عند العطار، وحطي كاجو مكسر، هذا محمص مش مملح، لما بدك تشتري حبته صغيرة وأرخص من العادي الجامبو ومش مملح لنا، فايش بيسوي؟ بيساعد. هي هون عندي. تمام، هلا بنزل عليه عصير الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ليش هون حطيت عليها؟ بدي النكهه تاخذها الكنوه عشان تمتص النكهه. صح. بعدين رح انزل شويه فلفل اسود اختياري، ملح، نعم من الكسيح طبعا. هي حطيت ملح احسب حساب الخضار، وكمان عصير الليمون وزيت الزيتون، واخر شيء الطحينيه. اوكي، وهي الطحينيه كمان من الكسيح. واخر شيء راح نحط معلقه صغيره من العسل، بتعطي طعم للكنوه رهيبه.
شوفي قديش حطت حمية، مش كتير اصلا. هلا رح تشد مع الليمون، ورح نزل معلقة كبيرة من بسم الله العسل، والسلام ختام. شايفين الدريسنج حطيناه هون عشان انا بدي اخده مع الكنوة، بدي انكيها، ما بدي يكون كل طعم هارب مني بجهة. انا عم بستنى ادوق اشوف هلا. يلا يا قمر تدللي من مغرمين السلطه. طيب رح نمسك الخلطه هاي ونروح فيها على الخضار اللي انا حطيتها، وزي ما قلت لك بدلي وقيمي وحطي وزيدي ونقصي اللي بدك اياه، بس خذي الفكره. وبس رح نحركها مع بعض، وبعد الفاصل بنكون سكبناها. يلا